السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد. النهاردة هنتكلم عن صنفرة الميزان أو سن السكاكين. جهاز سن السكاكين أو سن المعدن تقدر تستخدمه في الميزان سواء معدن أو أخشاب. الجهاز معنا بريطاني ماركة سيلفر لاين، ده من 3 سنوات. هنفتح العلبة ونشوف محتوياته. معنا الجهاز، معنا الشاحن بالوصلة الأوروبي UK. نقدر نشيل الورقة دي ونفك المسمار اللي تحت ده، نشيل الوصلة خالص عشان نستخدمها بالوصلة العادية المتعارف عليها. كابل طويل شحن البطارية. الجهاز قوته 7.8 فولت، قوي جدا لاستخدام الشوك. هوريكوا ازاي استخدمه. الوش ده بيركب على الصنفرة للحماية عشان خاطر ما يأذيش الجلد. معانا الصنفرة الدائرية بسمك سنتي. معانا الكتالوج، هنقدر نشوف فيه مراحل تركيب الجهاز استخدامه وطريقة استخدامه. زي ما قلنا قبل كده، الكتيب مفهوش لغة عربية، منتج بريطاني. شوف مراحل تركيب الجهاز واستخدامه، الصور واستخدام القطع اللي فيه. هنجيب الجهاز وأوريكوا ازاي نقدر نستخدمه. يدي مرنة، مفتاح اوتوماتيك، اليد دي ليس ازاي تقدر تشيل منها الدراع اللي بيركب عليه الصنفرة، او تقدر تتحكم فيها بكذا وضع عشان تسهل عليك الاستخدام. زي ما انتوا شايفين في الفيديو، هي كذا وضع عشان خاطر نقدر نتحكم في استخدامها. هنركب الصنفرة بتاعتنا الدائرية. زي ما انتوا شايفين الزرار ده يقدر يسهل عملية الدراع ده ازاي عشان نضغطه، وازاي نقفل عليه بالزرار عشان خاطر يثبت الصنفرة وتبقى محكومة كويس.
نحاول نركبها من تاني نظبطها كويس. دخل الصنفرة في المجرى بتاعها كويس، وممكن نركب عليها الوش ده اللي جنبنا ده عشان خاطر برضو ما تجرحش ايدينا. الزراعة مرن سوستة عشان خاطر يسهل تركيب الصنفرة. زي ما انتو شايفين ركبت كويس، نقدر نركب الوش لو حابين، بس الأفضل انك تستخدمه على الوش عشان خاطر ما تجرحش ايدك، لانه فعليا لو لمس ايدك هيشيل الجلد. حاول اوريكم ازاي نستخدمها على المعادن او الخشب. معلش انا جربت المنتج قبل ما اشحنه، حاول اوريكم حاجة بسيطة كده قبل ما احطه على الشحن وارجع اوريكم استخدامه على المعادن سواء سكاكين او معادن او اخشاب. زي ما انتوا شايفين التراب اللي ظاهر من الصنفرة على المعدن، وازاي ان هو يقدر يمسح المعدن كويس ويصنفره واضح في التصوير. هوريكم في نهاية الفيديو طبعا ازاي قدرت استخدمه على صنفرة خدوش او سن سكاكين او خشب، وازاي فعليا قدر ان هو يصنفرها كويس. هنشحن الجهاز ونشوف مع بعض بعد ما تشحن استخدامه على المعادن والأخشاب. بعد ما شحنا الجهاز هوريكو ازاي استخدمته في سني سكينة صغيرة وازاي فعليا واضح اوي في الفيديو وهو بيسنها انه سنها كويس اوي زي ما انتو شايفين. هوريكم ازاي بقى نقدر نشيل اي خدش ونصنفر اي اماكن في المعدن في الحديد. زي ما انتو شايفين دي مكوة كنت انا استخدمتها،
كنت حفرت عليها بقلم حفر قبل كده، وهوريكوا ازاي قدرت اشيل كل ده واصنفر الحفر اللي كان في المكوى.